بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله علما ينتفع به. اخواتي هاي الأبة نيو ستايل، خلينا نحكي مثل ما بيحكوا هلا اهل الموضه، يعني موديل جديد، موديل جديد بالنسبه للابات الرجالي. اذا اجيتي للواقع هي مزيج بحفرثة ما بين المدوره والفي، ولكن بشكل اقل. تذكروا الأب المختلطة اللي حردناها للنسوان للبنات، يعني سابت لكم إياها باللون الأحمر والأسود. هذيك شو كانت ميزتها بنات؟ هذيك كانت إنه نحن بنحرد الأب مع حردة الإبط، بينما للرجال نحن هلأ بدنا نغير، ما بيصير تكون واطية كل هالشي حتى ما تطلع عريضة وواسعة. بالنسبة لنا نحن هذا البلوفر أنا شرحت لكم إياه مبارح، وصلنا لحردة الإبط، طبعا وصلنا طول 44 سنتي، حردنا 3 × 2 × 1 × 1، حردنا من هون ومن هون. شو بدنا نشتغل بعده؟ لاحظوا إنه هي كل وحدة معناته دورين، 1 × 2 × 3 × 4، اشتغلنا 8 أدوار وبلشنا بدنا نحرد بقى الأبة المختلطة، أو هي الأبة نيو ستايل بدي سمي لكم إياها، أو تغيير شكل الموديل الجديد هلأ بالنسبة للرجال. بنات أنا معاي، شو اتفقنا معاي؟ 88 غرفة، حردنا من هون 3 × 2 × 1 × 1، ومن هون كمان نفس الشيء. شو بدنا نعمل؟ قبل كل شيء نحن بنحسب عدد غرز الكتاف، قديش بيلزمنا للكتاف؟ من هذيك المرة قلت لكم أنا بدي للكتاف 13 سنتي، 13 سنتي عدوهم كم غرزة بيطلعوا؟ طلعوا معي أنا 26 سنتي غرزة، 13 سنتي بدي للكتاف، طلعوا معي 26 غرزة. كل شيء زيادة عن ال 26 بدها تروح بحردة الأبة، اتفقنا؟ أنا بالنسبة إلي أخذنا 26 من هذا الطرف وصائبت إنه نفس اللون، هذا 26 وهذا 26، تمام؟ اجينا هذا النصاني انا كان معي 25، شو بدي اعمل؟ اخذت 11 غرزة مباشرة كلها مع بعضها، تركت من هون 2 4 6 7، ومن هون 2 4 6 7، انا هذا اللي بدي اياه لحردة الفي، تمام؟ اذا بناخذ من النص، بناخذ 11 وحدة فرز سحبة، بعدين بنستمر كل 4 أدوار وحدة، كل 4 أدوار وحدة، ليخلصوا معانا 7 غرز. لاحظوا شلون صارت الحردة، شوفوا أول وحدة بناخدها أول دور، بعدين هذا 4 أدوار أخذنا وحدة، 4 أدوار أخذنا وحدة، هيك قام وخلصوا معانا حتى اللون خلاص، خلص معانا نحن 7 غرز. منتابع لنوصل حردة الإبط اللي هي عبارة عن 20 سنتي، تمام؟ هي هي أنا حردت هذا الطرف، هلا بتريدوا انا بحرد لكم هذا الطرف، بس صار شيء مكرر دائما دائما عم بعد لكم اياه نفس الموضوع. اهم شيء الحسابات، احسبي قديش عرض الكتف، احسبي قديش بدك للابط هذول، هي حرده الابط، شو بيضل معك غرز، تاخذي حرده هذول عدد غرز الاكتاف، وكل شيء بيزيد معك بده يروح بحرده الابه، خلصي منه، بتخلصي منه. بنفس الوقت المسافه، أهم شيء المسافة، إنها تكون غميقة ولا فايشة، إذا فايشة ما بتفوت بالراس. شو بقصد فايشة؟ يعني عالية، إذا كانت الحردة عالية بالنسبة للرجال للكبار ما بتفوت براسهم، خاصة بدنا نشتغل ريب ومن ريب بضب، دائما لازم تكون على مسافة معتبرة، مسافة مرتبة، بحيث إنه قد ما اشتغلتي أنت، لاحظي قديش بدنا نشتغل ريب، لاحظي شايفة قديش بدنا نشتغل ريب؟ هذا الريب معناته بدك تعطيه مساحة انتي للرجال الأبة لحتى تحسن تطلع الأبة هيك، تمام؟ يلا هلا راح ابتدي معاكم انا هون فرجيكم، هو نفس المبدأ دائما دائما نفس الحردات، بس اهم شيء الحساب. اذا 11 هيك، 11 بالنص، وبعدين 7 بالتدريج، وبتكملي لتوصلي حردة الإبط المناسبة. يلا هلا هون أنا هون هلأ أنا بأول دور مباشرة، بأول دور مباشرة شو بنعمل بنات؟ بدنا ناخذ وحدة، ما بدنا شيء، هلأ عم اشتغل أنا على القفا. أهم شيء أول غرزة مثل ما دايما بعلمك، شدي إيدك، شدي إيدك أول غرزة، ها يلا هلأ أخذناها. هلأ منروح ومنجي، منروح ومنجي، عبارة عن إنه 3 أدوار. الدور الرابع بنرجع بناخذ فيه غرزة، الدور اللي بعده كمان الدور الرابع بناخذ فيه. لا تنسوا نحن عنا هون ألوان، بدنا نحن نتابع الألوان، نقلب الخيط مثل ما علمتكم، وبنسحب اللون الثاني هيك، ها
نسحبه. هلا هون انا في عندي غرزه عم بشتغلها، معناته هذا الدور كلياته قفى. هاي غرزه خليط النحل تبع الاربعه ادوار، هي بسيطه، غرزه النحل البسيطه كثير بسيطه وبتعطيكي منظر جميل. على فكره مثل ما قلت لك بتعطي عرض، انا زدت غرز قامت عرضت الكنزه كثير. ليش بتجي عرض؟ لانه فيها شيء، فيها هالدرب هذا مثل المارينه، دائما المارينه بتعطي بالعرض وبتكش بالطول. المارينه اللي هي لك كلياتها عدل عدل بنات. ايه هلا هيك تشتغلي عادي، تشتغلي وجهه قفا وجهه قفا هيك. بالدور الرابع بتجي بتاخذي غرزه من هون وغرزه من هون. احنا هون مخلصين غرز الابط، ها 3 2 1 بواحد بنات، لا تنسوها، عظيم. هلا هدول هن شو بتضل مع؟ على فكره انا هذا هاي البلوفر ما راح اخذ هاد الكتف، اخذه على 3 مراحل مثل عادتي. هالمره انا بدي اختمه كلياته بطريقه ختمه غرزه الاكتاف اللي علمتكم اياها، الختمه الحديثه لغرزه الاكتاف، كيف انه بناخذها بس حتى نحن نخلص من الظهر. اذا على هالاساس هي الحرده، هلا بدنا نستمر فيها للنهايه، وبس خلصنا بنعلق الغرز مثل ما علقناهن هون على هالمبدا. اذا بنشتغل 7 مرات، اتفقنا 7 مرات، بعدين بنكفي دغري ساده، ما بدنا نعمل اي شيء هيك لحتى نوصل طول 20 سنتي طول حرده الابط. تريدي 21 بحسب صحه الصبي او الزلمه اللي عندك يا انت. هذه هي المبدا، بنشتغل وبنرجع لكم. اي صبايا شوفوا كيف نحن مثل ما قلت لكم حردنا من هون 11، بعدين بنطلع بنحرد اول دور، بعدين كل 4 ادوار بنحرد مره. لاحظوا هي هون حردناها، نقعد 1 2 3 بالدور الرابع بنرجع بنحرد 1 2 3، ونحن هلا بالدور الرابع رح نحرد. احرد لكم اياها قدامكم، وانا كثير الفيديوهات اللي انا حردت لكم نفس الحرده بقى مشان ما يصير في تكرار كثير، اكيد انتم حفظتوها لانكم صرتوا انتم ما شاء الله كوي بطلات بالتريكو. بس ليكونا هلا بدنا نحردها نحن على الطرف الخلفي، اهم شيء بنشد ايدنا اول غرزه، ما بدنا رخو مشان بتعذبنا وقت بدنا نلقط الغرز. اي حردنا وحده، هلا بنتابع شغلنا. هون نحن عم نشتغل غرزه الارزه، غرزه الارزه المقلوب فيها كله مقلوب. نحن عم نشتغل هون غرزه خليط النحل، ما بدها شيء، بنقلب الخيط هيك بنجيبه على اليسار بنجيب خيطنا الاصلي لهون على اليمين. بدنا نشتغل هلا دوره مقلوب ساده كلياته ساده ساده. في ملاحظه بس كثير بدي اكد لك عليها، انه بالنسبه لابه الرجال قبل كل شيء ما بنحردها مع حرده الابط، نحردها بعد من دوار من حرده الابط. ليش؟ بدنا اياها عاليه. هي وحده، هذه ليش عم بعطيكي هالحكي؟ لانه مشان تقولي مثل القبه المختلطه اللي حردناها للبنت بالبلوزه الحمراء والسوداء، الرجال بنحرد لهم بعد من دوار من حرده الابط، لازم تكون عاليه. ثانيا لازم تكون اضيق. بالنسبه للبنات حردنا 16 غرزه من الوسط، هذا بالنسبه للرجال 11 غرزه فقط، بعدين 7 من هون و7 من هون، هذيك 10 من هون 10 من هون. بعدين في ملاحظه بدي اعطيك اياها مشان الخيط، هذا خيط نحن بالاهل سوريا بنقول مونس، هذا الخيط بنقول نحن مونس، انتم بتقولوا جان جان مثلا. هذا الخيط الملون هاد بتقولوا عليه جان جان، نحن بنقول عليه مونس. لازم يكون عندك مكبتين مشان ايش؟ تسحبي اللون بتتابع يصير هذا الطرف من هذا الطرف، مشان انه في بنات سالوني انه شلون زبط معك هيك ساويتي. انا بالنسبه لي عندي كبكوبتين منه، كبكوبتين. هلا هون في وحده وليكونا هون في وحده كارنسه انا مساويتها مشان اسحب اللون اوصل بنفس درجه اللون، بيصير معي بيطلع اللون كله متناسق مع بعضه. هاي كثير ملاحظه حبيت اني اقول لكم عليها لانه في بنات سالوني عليها. هاي بالنسبة لهون، بالنسبة لحردة الابط للرجال بتريدي 20 21 22 بحسب الرجال وضخامته. بالنسبة لهون أهم ملاحظة عم أقول لك إياها، إنك أنت تبتدي بعد 8 أدوار. هذا عندي كل وحدة من هون بيعطي دورين، واحد هي 2 4 6 وهذا الثامن، عند الثامن نحن بلشنا الحردة، تمام؟ بتضلي بتحردي لحتى تخلصي 7 غرز.
بعد 7 الغرز بتطلعي دغري، ومن هون دغري ما في شيء شغل هون، ما في ابدا لا اختصار من هون ولا اختصار من هون. لاحظوا بس حردنا 7 وطلعنا في 7 مرات، يعني هذا 7 غرز حردناه هون وطلعنا فيهن على هاي على خيط، مشان بكره بس لنوصل لعند حرد القبة بلقطكم اياها. انا بصير ختمة الاكتاف الحديثة سبق وطلعناها فيديو انا وياكم شفناها هذيك المرة. هاي هي القبة، هاي النتيجة بتطلع للقبة، قبة كتير حلوة مميزة. على كل حال ان شاء الله وقت بدنا نلقط الغرز بنلاقيكم بصور لكم كيف نحن بنلقط الغرز. بتأمل ان شاء الله تكون عجبتكم، ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك، واهلا وسهلا فيكم.